يرحم العالمين ولا عقبنا الا على الظالمين ونشهد ان لا اله الا الله للمصلحين ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين فصلوات الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اجمعين الى يوم الدين. يقول عز وجل زمر 23: ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. المؤمن عندما يسمع ايات الوعيد والتهديد يخشى ربه ويتجنب ما حذر منه، فيخشى جلده. فإذا عقب ذلك بآيات الوعد والبشارة استبشر وفرح وعرض أعماله على تلك الآيات في أن نفسه متحلية بالعمل الذي وعد الله عليه الثواب، فتطمئن النفس بتاعه وينقلب الوجل والخوف إلى رجاء وترقب. فذلك معنى لين القلوب إخواني، وإنما هذا لين يبعث في القلوب بما في القرآن من معاني الرحمة. يقول سبحانه وتعالى زمر 53: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الجميع إنه هو الغفور الرحيم. وقوله عز وجل الزخرف في آية 56: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. هذا كتاب الله يدعونا إلى أخرانا، إلى مغفرة من ربنا وجنات تجري من تحت الأنهار، فهل أقبلنا عليه؟ هو شهر هذا يزي من اليوم سمعنا كم ربي حبنا نتاعه ونسمع كلامه أن نشتغل شفنا من ورد التاريخ كما أعطي وقت للقهوة وأعطي وقت للأهل وأعطي وقت للعمل باش تعطي وقت كلام ربي باش لو فاتوني 8 أيام 9 أيام 21 يوم باش نخدم القرآن إن شاء الله. كل يوم نعمل حسن ونصف ما يسهلكوليش نصف ساعة نخدموا في هذا رمضان نعمل دعوة خاطر كل بعد خدمة نعمل دعوة مستجابة مناسب إن شاء الله ربي يوفقني فيه. خاصة نص ساعة نحمل اليوم نتاعي واليوم اللي بعد نحمل نتاعي مش لازم باش نخدم القرآن. كي نخدم في رمضان عندي أجر كبير عليه ياسر. وشوف الدعوة نتاعك رمضان شنو القسم نتاعها لا تقدر بأي ثمن. وحق عليك القرآن باش تقراه، اللي يقراه ويعمل بيه يدخل الجنة، واللي خلاه ما يعملش بيه يشده من الطفاء ويدخل الجنة. حق علينا القرآن، حق علينا كلنا. كتاب ربي الصحابة كانوا يقراوا فينا الحديث، ربي قال الحديث يكتب لك الحديث، يعني بعد الحديث نزل لكم طبعا. في قصص وعبر وتشريع وأحكام وقوانين وذكر، وفي معرفة بالله معرفة بالدنيا معرفة بنفسك. ما تلقاش كلمة كلام ربي سبحانه وتعالى. ما أجور في الدنيا وفي الآخرة. قال ضخ لك في الآخرة ونور لك في السماء في الأرض. إذا هل أقبلنا عليه بآذان ساغية وقلوب مستوعبة وغيرنا ما نحن عليه، أم نستمع إلى الآيات ولا نتأثر بها؟ حشاكم أما كالمنافقين المستمرين في غيهم. أش يقول عز وجل توبة 120 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يرضيه ويجنبنا الوقوع في معاصيه ويبشرنا من مخالفة أوامره ونواهيه. واعلموا عباد الله أننا في يوم مبارك وفي ساعة مباركة لعلها تكون ساعة الإجابة في شهر مبارك، فتوجهوا إلى العلي القدير متكئين بالصلاة والسلام على حكمه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله. صلاة تمتلئ العرش وما حوله وتدوم بدوام البلاد وتحول بيننا وبين الشر ما من والاه وعلى آله وصحبه وسلم فيما في علم الله.
اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شهر غير علينا. يا ربي اقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم شفعه في القرآن فينا. اللهم أوردنا حول نبينا. اشملنا في شفاعته. واحشرنا في زمرته. لا تحرمنا أجره ولا تفسدنا بعده. واسقنا من شريفة شربة الماء نرثمه بعدها أبدا. إلى هنا اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييته فأحي على الإسلام ومن توفيته منا توفوا على الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تجاب لها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وخاصة في فلسطين على الصهاينة الغادرين. يا قوي الأركان حرر القدس الشريفة للإسلام. يا مشرق البرهان يا من رحمة في كل مكان وفي هذا المكان. يا من لا يخلو منه مكان. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بذلك الذي لا يرام. يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسعد الحاسبين يا رب العالمين ارحمنا وارحم جميع المذنبين. يا أرحم الراحمين أعط لكل منفقا خلفا وبينه في ماله وحاله وزوجه وأبيه وأولاده وأحفاده. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان من أراضي الإسلام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا ولاه أمورنا. اللهم يا مجيب الدعاء فرج كربنا استر عيوبنا اقض ديوننا اشف مرضانا عافي مبتلانا نجح ابناءنا ارحم موتانا بيننا في زوجاتنا وذرياتنا ارحم والدينا ارحم مشايخنا ارحم من علمنا ارحم من علمنا ارحم من لهم فضل علينا وارحم برحمتك جميع المؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. يا قوم يا متين يا رب العالمين صلي اقبل الختام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.